على ارضه مع من، والعين راح يروح وين؟ لكن العين راح يدوحة. الجولة الجاية العين راح يأتي إلى الدوحة. هنا لدينا الكرة الآن، مرور أكرم، خطيرة خطيرة، جول جول، الله! ومن غيره ومن غيره ومن غيره، هو اللي عرفناه يسجل، وهو اللي عرفناه يأتي بالخطورة. فعلها فعلها أكرم، سجل أكرم في الوقت بدلا من الضايع، يجعل السد في المقدمة. ياهو توقيت، ياهو توقيت، نعم توقيت السد غير، توقيت لذيابة غير. هذه الكرة التي أوبا يا برك، أوبا يا برك، وصلت تحبه تبيه تريده، تقول أنا لك وانت لي. وبذلك يسجل بهكذا طريقة، بهكذا طريقة. شكرا كاردوزو، شكرا كاردوزو، 1-2 وجول يأتي لي أكرم عفيف، فعلها في الجهة اليمنى برا، وعادت وسجل في مرمى خالد عيسى، في مرمى خالد عيسى. يا ذكائك، يا سرعتك، يا دهائك، بالنسبة لي راح يكون الجول. ها شنو؟ شو اللي جرى؟ هل كان هناك يعني أراه سليما حتى الآن؟ أراه سليما، هدفا سليما يا طاجيكي من خلال السيد سالدولو.